كثيره. حتى الان احنا نشر لنا تقريبا 9 ابحاث، وننتظر يمكن 6 ابحاث ايضا قريبا راح تنشر، لكن الحجم الابحاث 80 بحث قاعد نشتغل عليه في نفس الوقت. فهو الابحاثنا في هالمناطق، الانسان ايش يحتاج؟ والله ترى في مشكله في كبار السن والشيخوخه، اكيد البيوت اليوم رعايه كبار السن راح تتغير بسبب المشاكل اللي صادت، الاستقرار الاسري راح يتغير، الاباء، العنف ضد المراه، في زياده في العنف، تحديات الابتكار، ما راح استطيع اقرا لكم اياها كلها. الصحه، التنفس الصناعي، فاحنا قاعد عندنا يعني بيبر ومشروع في موضوع التنفس الصناعي، هل فعلا التنفس الصناعي احنا محتاجين هاي الالاف؟ هذه تساؤل بحد ذاته. التفكير الرأسمالي إيه؟ يبي يخزن، ترامب ولا غيره من الدول تبي تخزن عشان لو جات جائحة أخرى، وهذا غير صحيح، ويبي يحرم الدول الفقيرة من هاي الشيء مثلا، ولا هذا ولا هذا. هل إحنا أصلا نحتاج إلى تنفس صناعي؟ هاي أسئلة في الحقيقة تفتح فرص كثيرة، ولذلك فيها أبحاث أو شيء نثبت الفكرة ثم نربط الأشياء بينها وبين بعض. نفس الشيء الفئات المهمشة إيش كيف راح تتضرر في المستقبل، ما هي احتياجاتهم؟ فإحنا نحاول نربط يعني مثلا بين الفقر والابتكار، هل اللي راح يطلع بعدين، حتى الان ما طلع هذه، بس هل اللي راح ياتي بعد الابحاث هاي، ان كيف نربط بين الفقر، حاجه الفقير، حاجه الفئات المهمشه، حاجتنا ان احنا نبتكر اشياء جديده مناسبه لهم، وبالتالي ايضا هي تعطي قوه للاقتصاد السلوكي والاقتصاد الاجتماعي بشكل او باخر، وترفع من مستوى الانسان سواء في نوعيه معينه، المراه، الاسره، الاباء، الكبار السن وهكذا الشباب. نفس القضية لو هاي نفس الشيء، عدد من الأبحاث قلنا لكم عندنا تقريبا 12 منطقة نشتغل عليها. يعني اليوم احنا عارفين ان في مشكلة في جودة الحياة الآن في العالم كله، طيب ايش شكل العولمة القادمة ما بعد الأزمة؟ كيف راح تتأثر السياحة؟ كيف راح تتأثر الإعلام وغيره من الأشياء؟ وبالتالي ايضا شنو الشيء التالي في العالم، وكيف راح احنا ايضا يأثر على العامل النفسي؟ فقد يكون ترابط هاي الأشياء الثلاثة يطلع لي الفرصة اللي أنا أتكلم عليها، البزنس اللي أتكلم عليه، البزنس موديل اللي أتكلم عليه، سواء البزنس موديل راح أستخدمه أنا كرائد عمل أو أستخدمه أنا كمقدم خدمة اجتماعية، يعني في العمل الريادة الاجتماعية بشكل عام، أو كحكومة أيضا لو كانت فعلا حكوماتنا يعني ذكية وتدرس بهالطريقة. فإحنا قاعد نتكلم على استكشاف الفرص. مثلا أنا أعطيكم مثل محلات البيتزا اليوم، يعني بداية الأزمة كثير محلات البيتزا الآن هي طلبت مساعدات من الحكومة الأمريكية، لكن أيضا كثير منها بدأ يشتغل في شيء آخر. هو شنو شاف محلات البيتزا؟ شافوا أن في فرصة، في تخوف من طلب البيتزا، هو كان ممكن يشوفها مثل آخرين أن هاي مشكلة وبلوة، لكن هو شاف أن في تخوف من طلب البيتزا. ألو، أيوة وي أستاذة، دونك في طالبة مسك، مرحبا بك طالبة مسك، حاليا أنت في محاضرة الأستاذ محمد، دونك حاول تتبع معنا. أوكي، صباح الخير. حاول نغلق المايك ونواصل المحاضرة متاع الأستاذ محمد. أوكي، أستاذ مسك، يلا أستاذنا، يلا أيوة نواصل الكلمة ليك. طيب، فعندنا احنا ايضا نفس القضيه. فاذا هم شنو شافوا؟ شافوا في منطقه الابتكار، شنو هم عندهم حيبتكرون فيه؟ هم عندهم الافران وعندهم الموظفين، فشافوا ان اذا من الافران والموظفين وفي تخوف في العالم من البيتزا، اذا ليش ما احنا نعمل في الاعمال في الاقنعه الواقيه اللي هي في القطاع الطبي اليوم مطلوبه، الاقنعه الواقيه الزجاجيه. فطلعت هذه اليوم مثل ما نشوف هذه محل بيتزا صار هو مصنع يستخدم أفرانه لكي يصنع اللي تشوفون هذه اللي هني تشوفون معي في الشاشة اللي هي إيش الأقنعة الواقية البلاستيكية أو الزجاجية. فهذه كمثل على كيف إن تحول بزنس بشكل سريع، لأن في صار فطن هذا التشين، فطن إنه هو يتحول بشكل سريع في فجوة في ال فهو في بالتالي قد يتحول هذا لن يرجع يعني بسهولة إلى البزنس السابق ماله 100%، راح يطلع بشيء جديد، يا أما يستمر بهذا البزنس، وأتوقع أنه ما راح يستمر، لكن راح يطلع بشيء مقارب حق المستوى اللي وصل له، لأن تطور بطريقة سريعة مع الأزمة، ولم ينتظر أنه يحصل على مساعدات مثل الكثير من محلات البيتزا الأخرى. أبحاثنا جماعة إذن هي، بس حبيت أقول لكم الآن حتى الآن الورقات اللي نشرت استشراف الفرص اللي راح تتكلم عليه الدكتورة دنيا،
هذه الورقة وصل حتى الآن في من بس المجموعة العلماء اللي طلعوا عليها أكثر من 3500 شخص في ريسيرش جيت. اللي عندكم مسجل في ريسيرش جيت قدر يتبعنا في ريسيرش جيت يشوف الأوراق مالتنا. الورقة الثانية كيف نصمم نظام ذكي إن إحنا نكتشف المرضى بدون أعراض، بدون ما نستخدم أجهزة طبية، بدون ما نستخدم فحص طبي. ورقة ثالثة أيضا نشوفوا كيف إحنا يعني نشوف الفرص عشان بعدين نطلع منها أفكار جديدة. كيف إن نتعامل مع الجائحة كمشكلة معقدة، ما نتعامل معها كمشكلة تحتاج إلى حلول من علماء متخصصين فقط. يعني معقدة معناته تحتاج إلى عدة علماء من عدة تخصصات. الورقة الرابعة كانت عن كيف نوقف الوباء قبل من المصدر. الحين ترامب بدأ يتكلمون عليه إن ليش يكون عندي أنا محل أسواق حيوانات وحشية، يعني ليش ما تكون هاي. فإحنا قاعد نتكلم على هذه الأساسيات الكبيرة، كيف نخفف من تسونامي اليوم الجائحة في التتبع التريسيبيليتي، إن ما قادرين. أتوقع بالفرنسي نفس الشيء، كيف نحن فعلا نكتشف الأشخاص في الوقت المناسب بدون الحاجة إلى هاي كل سلسلة الاختبارات الكبيرة. كيف نطور وحدات العناية القصوى بدل ما احنا نزود عدد المستشفيات، كيف نطور وحدات العناية القصوى بحيث تكون سريعة وأيضا ما تسبب في أيضا مشاكل. أنا على فكرة كثير من الناس اللي ماتوا هم ماتوا داخل العناية القصوى بسبب العناية القصوى وليس بهاي. فهي الورقة تتكلم على هالشيء، كيف ان احنا هل احنا فعلا العالم محتاج الى اجهزه التنفس الصناعي الورقه السابعه. ثم ايضا كيف ان احنا نقلل من التعرض للتوتر اليوم، لان اذا استمر العالم بهذا التوتر راح يزيد حالات الطلاق، راح يزيد حالات عدم الاستقرار الاسري، راح يصير في مشاكل بين الابناء والاولاد، راح يزيد القلق المرضي، راح الناس تتحول الى حالات انتحار اكثر. فبالتالي ايضا كيف نقلل من هذا الشيء. الورقه التاسعه تتكلم عن المرضات وايضا المشاكل اللي صادتهم في الفتره الاخيره وكيف نمنع ان نقلل المشاكل عندهم. ثم الان قاعد نشتغل على الورقه الاخيره اللي هي صراع الفقر القادم، اللي هو الفقر اللي سببته الجائحه. كثير من الطبقات الوسطى راح تنزل الى الطبقات المستوى الدنيا او المستوى او يعني الفقيره او الخط الفقر او تكون يعني ما دون ذلك يعني حتى. والكثير ايضا من العليا راح ينزل الى الوسطى وهكذا. يعني قد يكون ايضا العكس، في ناس تطلع ولكن كثير من الناس راح تنزل للاسف، وهذه هي سنه الحياه يعني. فلذلك هي عباره عن ابحاث، انا اكد النقطه دي هي تربط، شوف هالخزانات راح اعيدها لكم، تربط بين كيف ان احنا نستخرج الفرص الخفيه في الموضوع بطريقه بنربط بين الاشياء بحيث نطلع النتيجه. صدمه الجائحه جماعه هي راح تطلع لنا، احنا راح نمر في هاي المراحل الاربعه سواء استفدنا ولا لم نستفد. ففي ناس راح يستمرون في مرحلة إعادة التأهيل، في ناس راح يصير عندهم تأقلم سريع، وراح يصير عندهم قدرة على التعايش مع الزمن الجديد، وبالتالي حتى نموذج الأعمال مالهم راح يتغير. فبالتالي راح يكون سباقين في أنهم يستطيعون أن يلهمون المجتمع. يعني أنت لما تلهم المجتمع أنت تأتي بشنو؟ بفكر جديد، بروح جديدة، تؤثر على العقل، على الروح، على القلب، وبالتالي تخلي المجتمع يعني ينقاد وراك إلى منطقة جديدة ولم يرها، ويأسس استقلالية للنموذج القديم، يتحرر من كثير من الأشياء السابقة، لأن صار في صدمة بالاعتماد على مثلا شيء معين، فتبتدي النماذج تتحرر من الاعتماد على أشياء محددة. يعني مثل ما تلاحظون اليوم أوروبا لن ترجع مثل ما سابقا أن تصنع بس مثلا التقنية العالية، راح يركزون على مثلا المستهلكات. انا اعرف ان تونس ما شاء الله الان انتم قاعد يعني تصنعون حق المستشفيات وتصنعون حتى حق فرنسا وغيرها، اللي هو الاشياء اللي هي الكمامات وغيرها. اوكي، فهي كمثل يعني اوروبا لن تعتمد الحين على الخارج، تحاول ان هاي الاشياء تخليها عندها، لان الجائحه احتمال كبير ان ترجع والجوائح راح تاتي بشكل اكبر في المستقبل. فبالتالي اذا مستكشف الفرص شنو هو قدرته، شنو يتميز، وقدرته على الملاحظه. فاليوم هذه الازمه او هذه اللي احنا قلنا يا نسميها ازمه او هو عباره عن مختبر، احنا نسوي مختبرات عاده نصنع ازمات عشان نخلي المؤسسات او المجتمعات او الحكومات تنتبه الى مشكله ما. لكن هاي الازمه هي كانت واضحه ان في مشكله ما، فالنتائج ما راح تكون مثل سابقا. انت الحين بيدك ممكن النتائج تكون منحدره جدا او ممكن النتائج تكون قليله التاثير، وبالعكس قد تطلع انت بشيء افضل، تكون نتائج افضل. وفي كثير من البزنس راح تتغير، وخاصه في موضوع التعليم. يعني انت اليوم جامعه اكيد التعليم عن بعد راح يصير له اهميه اكبر من السابق،
الآن يعني بغض النظر الحين كيف راح تنحل الجائحة، بس ناس خلاص دخلت الحين اللي كان متردد سابقاً، أستاذ، طالب، مجتمع مدني، حكومة، أن يعترف بالتعليم العالي اللي عن تعليم اللي هو التعليم عن بعد، الآن خلاص. وأنتوا تعرفون أن كان التعليم عن بعد حتى التعليم العالي كان يرفضه، الآن لا خلاص العالم كله بدأ يتقبله بطريقة سريعة، مدام أكبر الجامعات القيادية في العالم هارفارد وغيرها بدأ التعليم عن بعد خلاص بشكل أساسي، وراح يشكل 70% من تعليمها في المستقبل. فعموما كل ما كانت في الحقيقة سرعة الاستجابة لنا بطريقة صحيحة مع تسلسل الأحداث، بكل ما احنا قدرنا نسوي الفارق، عملة الإبداع والإلهام من خلال فرص مستكشفة، فبالتالي تقل عندنا المشاكل. كيف نستخدم نطلع الملاحظات؟ ان اليوم انت عندك، لا يفترض ان عندك قدره على التجدد، انت عندك قدره على التوفر في المكان الصح في الزمان الصح، عندك قدره على التركيز، اوكي، وبالتالي هذا اللي راح يساعدنا ان احنا نتاقلم بطريقه صحيحه ويكون عندنا تكيف بطريقه صحيحه. واحنا عموما جماعه ترى رب العالمين اعطانا هذه القدرات. هو انا اقول لكم المسلمين للاسف ما يستخدمون الفص الامامي بطريقه صحيحه. هذا الفص الامامي من الدماغ، تعرفون ان الدماغ مكون من 4 فصوص، الفص الامامي هو اهم فص بالنسبه له. الفص الامامي هو مرحله التخطيط والتعليل والربط بين وحل المشكلات الاجتماعيه وكذا. يعني لذلك يقال لاينشتاين لما يقولون انك حرق الشعيرات بنسبه مثلا 13%، فهم يقصدون خاصه الشعيرات اللي في هالمنطقه هذه، لان هي الشعيرات اللي فيها التفكير العالي فيها كذا. اوكي، ان شاء الله يكون المسلمين يحرقون شعيرات كثيره في بعد هاي الازمه ونتغير ان شاء الله، لان الصدمه يفترض ان تخلينا نتعامل مع الازمه بفضوليه هادفه. ما ينفعنا اليوم تنقل واتساب وكلام وايش قالوا العلماء وايش قالوا هذه، واحنا لا، احنا ايش قاعد نسوي؟ شنو الكونتريبيوشن فاكتور مالنا؟ شنو القيمه المضافه بغض النظر عن ايش هو تخصصي؟ انا ماذا ساقدم للعالم بسبب هاي الازمه؟ هذا السؤال الاساسي طبعا، وبالتالي لذلك نحتاج الى فعلا نستخدم هذا الدماغ. ولاحظوا يمكن بعد الفص الامامي اهم فصين هو الفص الجداري لان فيه تصورات مجرده، والفص القدالي اللي هو الجزء من الافتراضات، وهذا اللي هو مره ثانيه يربطون هاي الفصول الثلاثه، الفص الامامي الجداري والقدالي، اذا طلعتوا عليهم قراتوا عنهم، هذه المنطقه اللي تخلي الانسان ينقل في الحقيقه بشكل سريع ما يتاثر به ويحوله الى شيء مفيد، يبتدي يشوف الفرصه داخل الازمه. وهذا ما يتميز فيه الملهم او اي انسان راح يستكشف الفرص، هو ما ممكن يتعامل مع الصدمه انه ينتظر حل المشكله، فراح ينتظر الفاسينيشن التطعيم، راح ينتظر الادويه، راح ينتظر ان الحكومه تسمح له يخرج ويروح يتسوق ويرجع الى العمل، اوكي، او هو انسان وهذا التفكير الرأسمالي اللي احنا نحذر منه واللي خلاص انتهى، تفكير انتهى وراح ينتهي قريبا لا شك، كل المؤشرات تقول على ذلك حتى لو كانوا يحاولون ينعاشه بطريقه مختلفه، الى شخص هو ينظر ان المشكله عباره عن فرصه وفرص داخلها، وبالتالي يفكر بطريقه مختلفه لان عند الفضوليه العلميه فهو شخص يستكشف. فكل ما زادت في الحقيقه الجائحه وصدماتها، ما يفترض ان هاي التوتر ما يؤدي الى غلق، يفترض ان هاي التوتر يؤدي الى قبول بالتحدي، وبالتالي ابتدي يصير عندي منطقه للتعلم ويصير عندي قدره على الفوركاستنج التنبؤ بطريقه صحيحه، وبالتالي اقدر احول هذه الى عمله مفيده. هذه مرحله التنظير راح تنتهي الان، يعني عشان اوعدكم راح نبتدي نعطي يعني فرص، ممكن الدكتوره دنيا ايضا تتداخل في هاي الشيء ان شاء الله. ان في ناس راح يتمون في هالمنطقه يا جماعه، في ناس راح يتمون في هالمنطقه، المنطقه هي ايش؟ ان في صدمه، وبالتالي هو عنده توتر، عنده اجهاد، عنده كآبه، عنده استياء، لكن ما يصل إلى مرحلة الإثارة. أنا بالنسبة لي الآن والله صدقوني مشغول، أنا ما أتكلم ما زايد عليكم، إن شاء الله أنتوا أهل تونس أنتوا دائما قدوتنا أيضا. يفترض أن الحين عندنا إثارة كبيرة، إذا أنا كنت مشغول قبل الأزمة أشتغل 18 ساعة، اليوم أنا أشتغل بدون مبالغ 22 ساعة يمكن، أوكي، مخي مشغول دائما. ليش؟ لأن فعلا في إثارة، في الحين كم المعلومات، بنوك المعلومات مفتوحة، ما ينشر بس في الجرائد العلمية الأوروبية سواء الوول ستريت جورنال ولا الواشنطن بوست ولا غيرها من معلومات ضخمة، ما بالك البنوك العلمية، المجلات العلمية كلها فاتحة حين أن تبي ناس تأخذ ديتا وتطلع لها أبحاث جديدة. فلا شك أن قاعد يعطينا نوع من إيش، من الإثارة
ويعطينا الشغف. الشغف جماعة ما يأتي إلا من خلال التجربة، الشغف ما يأتي بالصدفة. الشغف عبارة عن شيء، عن مكونين. المكون الأول هو الإصرار، والمكون الثاني هو المثابرة، passion. أتوقع passion حتى بالفرنسي، الإصرار persistence و perseverance، أتوقع نفس الشيء بالفرنسي، نفس الكلمات هاي. فبالتالي إذا دخلت في مرحلة الإثارة والشغف أستطيع أن أصل إلى مرحلة التناغم والتآلف مع الوضع الآن. ما أعيش بعقلية الوضع ما قبل كورونا، ما قبل مارس. أوكي خلاص، أنا من مارس أنا بديت أتغير. اليوم أنا في أبريل، ما ينتهي رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى اللي أنا متغير بشكل كبير، ويكون عندي تصور جديد. حتى التصور السابق ما يناسب اليوم الأزمة. أوكي، وبالتالي لازم يصير عندي تصور جديد لدوري في الحياة. وهذه مرة ثانية ما يؤدي إلى أهمية إن إحنا نكون عندنا تركيز وتوفر في الوقت الصحيح. خلنا نتكلم على بتكلم من ما يسمى، أنا في التفكير مالي دائما أتكلم على ثلاث مستويات أو أربع مستويات. المستوى الأول هو مستوى الطيارة، الطائرة. المستوى الثاني هو مستوى الهليكوبتر. المستوى الثالث هو مستوى المنطاد. المستوى الرابع هو مستوى البايسيكل أو الدراجة. أوكي، فأنا راح أتكلم الحين عن مستوى الطائرة. إيش الفرص الكبيرة اللي أتت بها الأزمة هذه؟